طريقة الليزك أساسا هو باختصار بيشكل سطح القرنية. ازاي اعمل حاجة في اي مكان؟ لازم اعمل اسمها سيرش. في ناس كتير بنفضل وبنصر ان هو يتعمل الليزك بالفيمتو ليزر مش الليزك العادي. دايما الثقافة مرتبطة معايا بسؤال الناس عن نسب الامان. فلازم يبقى عارف مسبقا الخطوة اللي جاية فيها ايه وهيحس بايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الامريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الامريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الامريكية لاصلاح عيوب الانكسار، 7 ابحاث منشورة دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الاوروبية. عامله ايه دلوقتي؟ تمام في اي مشاكل؟ طيب ممكن تسمحي لي بس نبص عليك كده شويه نشوف الاخبار ايه؟ تعبتي بعد العمليه؟ طيب الحمد لله. من الحلقات انا هوريها لك دلوقتي عشان تشوفيها في عينيكي. ممتاز. عايز تشوف الحلقات بتاعتك؟ ايه دي العين اللي هنا الشمال وديك العين اليمين اهي دي العين اليمين. طيب شوف بقى كده اهوت النظر اخباره ايه؟ عربي كده لو سمحت. العلامه دي مفتوحه فين؟ شمال. اللي فوق مفتوحه فين؟ فوق. باللي في النص؟ يمين. باللي تحت؟ شمال. العلامه اللي تحت اللي مفتوحه فين؟ يمين. ممتاز. العلامه اللي تحت اللي مفتوحه فين؟ شمال. تحت. هي تحت بالظبط. العلامه اللي تحت اللي مفتوحه فين؟ فوق. اللي تحت خالص اللي تحت شمال. ممتاز. هي انت دلوقتي شايفه ما بين 6.9 6.6 وده احسن ما احنا متوقعين. واخد بالك؟ هنشوف من غير نظاره برضو كده اهوت. العلامه دي مفتوحه فين؟ فوق. ودي مفتوحه فين؟ شمال. ودي مفتوحه فين؟ يمين. بص لها كويس. هاي ودي مفتوحة فين؟ دي شمال. لا يمين. عليك نور. تمام. تقدر تقولي دي مفتوحة فين؟ صعبة شوية معلش. دي فوق. أيوه ممتاز. هاي اوكي نشوف بس حاجة كمان أخيرة. عايزين دلوقتي نشوف اللي إيه التشوهات البصرية اللي عندك أخبارها إيه إن أنت كنت مشكلتك القرنية المخروطية بتخلي الرؤية كمان مشوشة تماما. مش مجرد أنت مش شايفة بس، لا أنت شايفة الدنيا مشوشة. كانت مطلعة صفار كلها. الناحية التانية فيها شوية حاجات بسيطة تهنيكي كده بعد إذنك. الحمد لله على السلامة. زي الفل. في أي مشاكل دلوقتي حاسة بيها؟ بالليل الرؤية أخبارها إيه؟ في شوية زغلقة مثلا بالليل من حين لآخر كده بتشوفيها؟ أهم حاجة إن التشوهات البصرية اللي عندك بقت قليلة جدا، ما بقاش عندنا فيه مشكلة خالص، وفي نفس الوقت ما شاء الله يعني إحنا قاريين أعلى من التوقعات بتاعتنا. أنا توقعاتي كان أنت هتحتاجي نظارة بعد العملية. ربنا كرمنا أنا وأنتي. محتاجة نظارة كمان بعد العملية. لأن بصي هنا أهوت أنت عندك نقطة النظر بتاعك 0.0.0. مفيش حاجة خالص. العين اليمين والعين الشمال حاجات بسيطة جدا مش محتاجة تلبسي لها نظارة. زائد 3/4 يعني حاجات ما تستاهلش خالص أنت تلبسي نظارة. قولي لي أنت أخبارك إيه دلوقتي؟ بتتعرفي تتعاملي في البيت كويس؟ تمام الحمد لله. طب إحنا هنبتدي نقلل العلاج بالتدريج شوية شوية، وعايز أشوفك إن شاء الله كمان شهرين بإذن الله. اتفقنا؟ الحمد لله على السلامة.
الحقيقة أنا استمتعت بهذا اللقاء طبعا دكتور أحمد، يعني أنا استمتعت بهذا الحوار الجميل. أهلا بيك يا مروة، منورانا. أنا عرفت إن مروة 100% لما طلعت في عندنا عتبة كده ورا الستيج دوت، عتبة ما حدش بيشوفها وأنا نفسي ساعات بخبط فيها وبقع وبتاع، فمروة ما شاء الله راحت طالعة، فأنا قلت تمسك الخشب بقى عشان ما نحسدش والكلام زي ده. لكن إيه يعني إيه 0-0-0 يا دكتور أحمد؟ ده اللي بيقيس كمان إذا كان في طول نظر أو في أستجماتيزم، فبيقيس 3 قياسات، فكل قياس مطلع مفيش لا طول نظر ولا قصر نظر يعني صفر، ما فيش استجماتيزم صفر برضه، وراح اقيس القياس الثاني برضه ما فيش لا طول نظر ولا قصر نظر ولا استجماتيزم، وراح اقيس القياس الثالث في نفس العين برضه طالع ما فيش قصر نظر ولا طول نظر ولا استجماتيزم، فمصفر اصفار اصفار اصفار، ده معناها ان هو حده ابصار عاليه جدا يعني. كانها زيرو، كانها عامله ليزك، بس طبعا انا زي العربيه زيرو، ما يجي يقول لك العداد صفر مصفر مصفر يعني ما مشيتش حاجه، بس انا باكد ان ده فوق توقعاتنا الحمد لله، طبعا ربنا كرمنا فوق توقعاتنا بصراحه. انا كنت متوقع ان هي تلبس نظاره، تحتاج تلبس نظاره، يعني مش محتاجه تلبس نظاره لغايه هذه اللحظه. اوكي معلش مروه بقى، انا هسالك بطريقه يعني ايه كلينيكيه، او انا طبعا المريض دايما بنساله في الاعراض في الشكل العرضي لانه ما بيعرفش تفاصيل ايه اللي حصل بالظبط، من الصعب لانه الموضوع صعب جدا حتى هلا قالت لي لا انا عايز اسمع بقى القرار المخروطيه دي، ما اعرفش عنها حاجه، فيعني عايز اركز كده واستوعب براحتي كده. لكن حتى في تعبير هلا كان لفتت نظرها حاجه في التقرير وهي بتبص واثرت فيها جدا. هلا انت قلت لي ايه على نظرها؟ انه انت بتقولي ان انت كنت بتعدي الشارع وما شفتيش مامتك، كانت الناحيه الثانيه وما شفتهاش. عايزه اعرف احساسك كان ايه ساعتها؟ لا احساسي كان يعني ما اقولكيش، يعني ماما جايه في وشي كده ومش شايفاها، فحاجه غريبه بقى وصدمتني. ما لما جت بقى قربت مني قوي بتقولي انت مش شايفاني، انا عماله اقول لك انت مش شايفاني، فدي بصراحه كانت صدمه كبيره قوي بالنسبه لي، يعني ان انا وصلت خلاص، يعني وصلت للمرحله دي ان انا مش بقتش اشوف يعني للدرجه دي. ده خلاكي تقرري خلاص انك هتعملي العمليه؟ قررت بقى ان انا اعمل العمليه وكده، بعد بقى يعني اقناع بقى من خلاص يعني ان الطب اتقدم دلوقتي وفي ليزر وفي كده، وبعد محاولات يعني كده، فالحمد لله يعني قررت بقى ان انا اعمل العمليه. طيب مروه ايه اللي حصل بالتدريج؟ يعني انت بدات تلاحظي امتى انه نظرك فعلا بدا يتاثر غير هذه لانه دايما في تاخر النظر في لحظه معينه الواحد بيحتاج فيها نظره قوي وبيلاقي نفسه مش محتاج مش لاقيه، يعني زي بالظبط كده مثلا بتعدي الشارع زي ما انت قلتي الحدث بتاع والدتك في الشارع، لكن اكيد انت لاحظتي على نفسك حاجات. ايوه لاحظت بقى، ابتدى معايا ان انا ما بقتش اشوف الاول من بعيد، يعني حد يكون جاي عليا من بعيد ما بقتش اشوف كويس، وانا واقفه في المطبخ مثلا ما بقتش اعرف يعني امارس الشغل البيت بطريقه كويسه يعني على طول وكده. ازاي دي يعني وانا واقفه بطبخ وكده البخار كان بيطلع على عيني، كان بيوجعها، كانت عيني بتحمر، فده طبعا كان بيأثر عليا جامد يعني. فسرتيه على انه اي حاجه؟ فسرته ان هو على التهابات مثلا في العين، حبه التهابات كده عادي يعني. تمام ده اول حاجه. بس بعد كده بقى ابتدت بقى المعاناه بتزيد اكتر، ما بقتش اعرف انام بالليل منها، بقت بتوجعني، بقت تحمر، وابتديت بقى اللي انا طبعا ادعك فيها وكده، وما بقتش طبعا يعني بقت سببت لي بقى مشكله جامده اللي انا بقيت كمان ما بقتش اعرف انام منها. تمام دخلتي عملت العمليه، احنا شفنا العمليه بقى. قعدت في قد ايه في الوقت العمليه؟ خدتش يعني 10 دقائق كده. 10 دقائق تقريبا. واتشرحت لك الدكتور احمد شرح لك العمليه بالتفصيل ساعتها؟ ايوه قال لي احنا هنعمل زرع حلقات وكده، انا طبعا كنت متوتره وخايفه، الدكتور طمني قال لي ما تخافيش التوتر اللي انت فيه ده كله مش هيجي على وقت العمليه، وطمني بصراحه وكده، قال لي مش هتحسي الا لو احنا بنقول لك خلاص انت خلصتي العمليه. كويس. وده وعد مني ان انت مش هتحسي الا انت هنقول لك ان انت خلصتي يعني كده العمليه. عدت العمليه اتزرعت، ايه اللي حصل بعد العمليه؟ رجعت في نفس اليوم البيت، ريحت شويه، وبعد كده بقى قمت بقى اتفرجت على التلفزيون، اتعاملت بقى عادي خالص من نفس يوم العمليه. شفتي بقى التلفزيون كويس؟ شفت بقى التلفزيون، شفت شريط الاخبار اللي تحت بقى بوضوح، ما كنتش بعرف اقرا اللي تحت ده، ما كنتش بعرف اشوفه خالص، لما كنت باجي اقرب بالريموت ما كنتش بعرف اشوف القناه لو انا واقفه قدام التلفزيون قوي. دلوقتي الحمد لله في نفس اليوم بقيت اقرا شريط الاخبار اللي تحت، وده بالنسبه لي كان شيء يعني اثر فيا جامد، ان انا يعني في نفس اليوم كده ما كنتش متوقعه ان العمليه يكون ليها في نفس اليوم كده، يعني التاثير بتاعها يبان في نفس اليوم، قلت يعني بعد اسبوع احس بقى بالفرق، لكن في نفس اليوم احس بفرق،
فهو ده بقى ايه يعني، الحمد لله يعني حسيت بقى فرق في نفس اليوم، ما قريت شريط الاخبار اللي تحت، بقيت اقلب التلفزيون من بعيد. ابتديت بقى اللي انا كده يعني يوم عن يوم بقى يعني بقى ابتديت بقى ايه خلاص بقى حسيت بقى بفرق جامد وكده. ايه الحاجه اللي حسيتي بيها الفرق قوي يعني إيه غير شريط التلفزيون؟ شريط التلفزيون بين لك القصص وكل حاجه. أيوه. ايه الحاجات بقى اللي انت ذهلتي؟ لا الله الله. أيوه. طبعا وانا واقفه في المطبخ بقى ما بقتش عيني تحمر ولا بقت كده، بقيت اشوف طبيعي، بقيت وانا انزل في اي وقت، لو ما كنتش بعرف انزل في اي وقت اخرج بالليل، طبعا ده كان استحاله خالص ان انا اخرج بالليل، دلوقتي بقيت انزل في اي وقت، بقيت اديت بقى حاجاتي كلها، بقيت اشوف كويس كده يعني الحمد لله. انت معديه الشارع دلوقتي شايفه العربيات كويس؟ طبعا الحمد لله. ما فيش حد بقى لا ما بقتش اعتمد على حد بقى خلاص، بقيت انزل لوحدي. تعتمد على حد؟ ايوه طبعا لازم، لو نزلت بالليل لازم اخد حد معايا. ولما تيجي تعدي الشارع؟ ايوه لازم حد يكون معايا بالليل. لازم تعدي عليك الشارع، يعني لو حد مثلا استنزل وما طلعش ما عديش، لكن لما تيجي تعدي ما بنزلش. خلاص ما نزلش. لا ما بنزلش. النتيجه الرائعه دي ايه اللي ساعد في انها ننجح؟ هل الفيمتو؟ رقم واحد طبعا اكيد الفيمتو، ليزر بيساعد طبعا، بيدينا نتائج كويسه. درجه القرنيه المخروطيه ده بنأكد ان في درجات معينه بنعرف نعالجها بسهوله، ولما تكون متقدمه اكتر بيبقى العلاج بيبقى اصعب. فدي رقم اتنين. رقم تلاتة ده قبل اي حاجه طبعا توفيق ربنا. يعني بقول يمكن في الفيديو كان باين، انا باكد تاني ان احنا ما كناش متوقعين ان هي توصل 6-6. طريقة وصفها للتحسن النظر وسرعة تحسن النظر اكتر من كنت انا متوقع، وانا كنت قايل لها ان احنا هنعمل العملية هيبقى في شوية زغللة بعد العملية، هنقعد اسبوع اسبوعين وبعدين بعد كده هنعمل نظارة علشان تشوفي كويس. هي شافت كويس من اول يوم، يوم العملية نفسها بتقول انا شفت التلفزيون وشفت الشيء الاخبار. فطبعا ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. فده اهم يعني فاكتور او اهم عامل في نجاح العملية. يضيف على كده طبعا الملائمة القرنية للاسلوب الجراحي نفسه، لازم نختار الاسلوب الجراحي اللي يلائم كل حالة وكل عين. ان في بعض المرضى بيبقى عندهم قرنية مخروطية في عين اليمين والعين الشمال بدرجات متفاوتة، ففي عين بنعمل لها مثلا ليزر وفي عين تانية بنعمل لها حلقات، او عين بنعمل تثبيت بس وفي عين تانية بنعمل زراعة قرنية وهكذا، في عين بنعمل زرع عدسات وفي عين ما بنعملهاش حاجة خالص. فطبعا اختيار الاسلوب العلاجي او التدخل الجراحي المناسب لكل عين، الفيمتو ليزر طبعا اكيد التكنولوجيا فرقت معنا جدا، لدرجة القرنية المخروطية اللي عندها، وفي نفس الوقت لازم قبل اي شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى. هل نحتاج لشيء اخر لمروة بعد كده تثبيت؟ ده سؤال مهم جدا، ان هي زي ما اتفقنا ان هي قرنية مخروطية ده حاجة بروجريسيف مستمرة وبتزيد ومتزايدة. احنا اثبتت الفحوصات كان زمان تجارب بتقول ان هي الدعامات دي تكفي ان هي تصلح النظر وتثبته، لكن الدعامات دي تصلح النظر لكن مش هتثبت القرنيه المخروطيه. فاحنا دلوقتي في مرحله مبسوطين قوي، احنا على قمه الجبل، احنا رجعنا العربيه او الحجر اللي كان بيتساقط او بيتدحرج ده رجعناه على الطريق تاني، بس عشان ما ينزلش تاني عايزين نثبته في مكان. فهنعمل عمليه تثبيت، واحنا قلنا هنعمل عمليه تثبيت كمان شهرين ان شاء الله، عشان كده انا طلبت ان انا اشوف مروه كمان شهرين نعملها التثبيت على الوضع بقى الحالي اللي هو موجود. من اكبر مكاسبنا التي حققتها في الاعلام الطبي طوال، من اكبر المكاسب انا بكتبها دايما في مذكراتي، هو ان انا استطعت ان اقنعك ان انت تظهر في الاعلام. ده في حد ذاته ده مكسب ليا. ده حاجه انا بشهد، ده شرف لينا وشرف ليا وجودي في وسطكم هنا في وسط الناس الحلوه. ده شرف لينا احنا ان اسم كبير زيك يكون موجود. اسم انا اعرفه من 20 سنه يعني، ده في حد ذاته. لكن عايزك تسجل الحته دي عليا، انه من اول ما عملنا برامج طبيه في 2005 وبدات النقاشات الطبيه النظريه، كان املنا كبير جدا ان احنا في يوم من الايام نقدر نكون مجتمعيين، نكون قريبين من المجتمع، نكون قريبين من الناس. فمروه النهارده اتاحت لنا هذه الفرصه بوجودها معانا، وانت اتاحت لنا هذه الفرصه بهذا الحماس الجبار. ويا مروه انا اقول لك على حاجه، انا اللي بشكرك النهارده انك انت فرحتيني، انا بقى انا فرحان قوي وهفضل فرحان لفترة طويلة جدا، واعتقد ان في ناس كتير فرحانة بيك النهاردة، والناس اللي فرحانة بيك هي الناس الحلوة، والناس اللي مش واخدة بالها او بتتفرج مش حاسة بأي احساس بالنسبة لها صفر عليها انها ترجع نفسها عشان تكون من الناس الحلوة، لان النهاردة احنا قدرنا نحط ايدينا او رجلينا على اول خطوة في الطريق الصحيح لفكرة برنامج مجتمعي، فكرة برنامج بيحس
بمشاكل الناس، بيعيش بمشاكل الناس، وربما يساهم بشكل او باخر في ان هو يحسن هذه المشاكل. هي دي الناس الحلوه، وهي دي مروه، وانتوا نورتونا النهارده. شكرا يا دكتور. نورتنا يا دكتور. شكرا. ميرسي يا مروه جدا، وميرسي يا دكتور احمد، وخليكم دايما مع الناس الحلوه. المريض اللي يفرق معاه ان هو مش فارق معاه انا حطيت ايه تحت، هو فارق معاه انا عايز سنين اكل بيها. لان حاليا دلوقتي النهارده جزء اساسي من تجميل الاسنان هو تجميل الابتسامه. فاجيب معايا 8 زرعات احطهم قدامي عشان انقي منهم واحده انا جوه الجراحه. فده اللي كان بيحصل في الهيستوري. دلوقتي لو ده اتعمل دي جريمه. طب الاسنان الحديث اصبح لا يقبل بانصاف الحلول، واصبح لا يقبل بفهلوه اللي بين قوسين ينفرد بها بعض الناس.